مستعد بقى لنا حوالي يمكن داخلين في 40 يوم او 42 يوم. جمعنا اكبر عدد من اللعيبه حوالي 26 لعيب مصفصفين دلوقتي على 19 لاعب. ان شاء الله باذن الله على اخر الاسبوع هنبقى يمكن 15 لعيب ونكمل لغايه ميعاد البطوله. قبل ميعاد البطوله بيومين ثلاثه هنبقى ال 12 لعيب اللي مطلوبين في القايمه بتاعه البطوله. ان شاء الله البطوله بنستعد لها بقالنا اكتر من شهرين. مش هقول صعبه بس ان شاء الله يعني نعمل اللي احنا خدناه في التمرين وكده وربنا يوفقها باذن الله. وان شاء الله يعني نحاول نعمل مركز كويس عشان نفرح الناس يعني كده. Our group is so hard, so hard. You have Brazil, Poland, Cuba. It's a very good team. مجموعتنا صعبة جدا معاك البرازيل وفولندا وكوبا ويعني يعتبر قوية جدا. Today we are in the number 10 of the ranking of the FIVB. احنا رقم 10 في التصنيف العالمي بالنسبة للاتحاد الدولي دلوقتي بالنسبة للمنتخب 23 سنة. Those teams, Brazil, Poland and Cuba, stay in the 5 best place. البرازيل وكوبا والبرازيل وفنلندا وكوبا في الخمس فرق الاولانيين بالنسبه للتصنيف العالمي. الله يبارك. احنا متجمعين بقالنا 3 شهور او 3 شهور ونص. الراجل البرازيلي وكابتن حسن تعبانين معانا جدا، متمرنين كويس، فرد حاجات كويسه. املنا في ربنا كبير في الجمهور ان شاء الله نحقق مركز كويس ان شاء الله. المجموعه مش صعبه بس مش مستحيل يعني، مجموعه جيده. We have one target that to grow in the level, in the place of the ranking, the FIVB. عندنا هدف محدد ان احنا نحسن تصنيفنا العالمي اللي هو العاشر. And we have to enjoy too much to play in home. ولازم نستمتع بان احنا الماتشات على ارضنا وفي بلدنا. اخر بطوله اتعملت في مصر كانت من اكتر من 10 سنين تقريبا، فانها كنا نكون على ارض مصر فدي حاجه كويسه، انها مش فين وفين لما في بطوله زي كاس عالم تيجي على ارض مصر. خصوصا الناشئين، فان شاء الله احنا نكون مثلا طفره المنتخب الاول كمان كام سنه. وبرضه يعني لما تكون الحاجه على ارض مصر برضه بتنشط للسياحه، بتوري مثلا معالم مصر وكده. منتخبنا جينا نفس الجيل دوت، لعبنا في المكسيك، كنا بنلعب منتخب امريكا تقريبا، المكسيك كلها كانت بتشجع مصر. كسبنا المنتخب، يعني احنا كسبنا منتخب امريكا، والمفروض منتخب امريكا دوت مدرسه في الفولي من المدارس الكويسه جدا. فاكيد الجمهور عامل مساعد جدا في الفوز. احنا عندنا رانكينج، احنا العاشر على مستوى العالم. احنا عندنا تارجت، التارجت بتاعنا ان شاء الله ان احنا نحسن الرانكينج بتاعنا ده، نبقى ثامن، نبقى سابع، نبقى سادس. عندنا طموحات ان شاء الله، واللي هيجي في سكتنا هناخده، مش هنكتفي بحاجه يعني ان شاء الله يعني احنا يعني طموحاتنا ملهاش حدود. البطوله دي هتبقى ان شاء الله يعني يا اما هتعلي الجيل ده كله وهترفعه للسماء، يا اما هتجيبه ارض. فانا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله ان احنا نحقق مركز كويس، لان البطوله على ارضنا وسط جمهورنا. طبعا هيبقى عليها ضغط كبير جدا، مش خوف من المنافس طبعا، هيبقى بسبب الجمهور اللي بقى محتاج مننا طبعا يعني نظهر بمظهر مشرف قدامهم، بمظهر ليك باسم منتخب مصر، ليك بالاتحاد المصري لكره الطايره، ليك باسمنا بشكلنا. We work together, we are one people, we are one country. حظ سعيد لنا كلنا بما فيهم انتوا برضو، لان دي بلدنا واحنا كلنا وطن واحد في الوقت الحالي.